أعلنت شركة البترول الوطنية تدشين أول وحدة إنتاجية بمشروع الوقود البيئي، وهي وحدة إنتاج الديزل يو 216 في مصفات ميناء عبد الله. البترول الوطنية أوضحت أن الوحدة الديزل تم تشييدها وفق أحدث المواصفات العالمية، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 73 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الوحدة تضم إحدى أكبر المفاعلات في مصفات ميناء عبد الله الذي يبلغ حجمه 1012 مترا مكعبا، ويعمل على معالجة الديزل بالهيدروجين لإزالة الكبريت والشوائب.